الابتعاد عن اعتماد أثاث لا نحبه في التصميم والتخفيف من الفوضى والزركشة الزائدة، إضافة لتجنب شراء الكثير من قطع الأثاث الصغيرة التي لا يمكن توضيبها وترتيبها في مكان الصحيح، والاتجاه إلى اعتماد الحداثة دوما وتجاهل العراقة والأصالة في التصاميم من الأخطاء الشائعة في تصميم الديكور حسب أهم مصممي الديكور في العالم، في كثير من الناس بيعتمدون. أكيد نور، رح نحكي اليوم عن مفهوم مختلف ورؤية جديدة بالتصميم عبر بناء المباني الحكومية بسوريا مع مهندسة الديكور رانيا دركالي، اللي انتشرت تصاميمها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص على الفيسبوك. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. يا هلا، أهلا وسهلا. يسعد صباحك رانيا. أهلا وسهلا. خلينا بالبداية نحكي يمكن لكل مصمم بصمته الخاصة أو خط عام لإله، خلينا أكيد. نحكي خطك العام شو هو؟ هلا اي دائما المكان والموقع هو اللي بيفرض الديكور اللي بدك تشتغلي عليه. يعني انا اليوم وقت عم فوت على معلم اثري بدي اشتغل عليه، مثل مثلا وزاره العدل، هو كان من المعالم الاثريه المهمه، فهيدا بده يفرض عليكي ديزاين معين، بده يفرض عليكي ديزاين القصور بما انه هو قصر اصلا، فبيفرض عليك هيدا الديزاين. بينما انا فوت على بناء تاني بمنطقه هي مودرن على البحر على هي، فأنا كمان بدي فوت بنظام المودرن يعني. فاليوم الموقع هو كتير مهم، إنه هو اللي بيفرض عليك الذوق والدومين اللي بدك تفوتي فيه. أكيد. طيب رانيا، مثل ما ذكرنا بالبداية حضرتك انتشر لك تصاميم متميزة على الفيسبوك منها قصر العدل وغيرها، نحكي شوي وشو الشيء اللي يتميز وكيف قدرتي تحافظي يمكن على الشيء الأساسي بس تعمليه مودرن أكتر. أوكي، هلا اول شغله بالنسبه لقصر العدل، قصر العدل هو بناؤه كان على التراث الاسلامي، فاللي يميزه للتراث الاسلامي هو وجود الاقواس فيه العاليه بشكل محارب. فانا اليوم وقت بلشت عليه اول شغله عملتها اني حافظت على هيكله الخارجي، هيكله الخارجي وعمره الزمني. فانا عشان اول شيء بدايه بلشنا بالماء المقطر لغسيله لتنظيفه، يعني مشان ما نقرب على العمر الزمني للحجر، فعملناه بالماء المقطر. فتت على الداخل، الداخل للأسف سيء جدا، ما له علاقة بأي لا أثري ولا له علاقة بأي شيء، فهو سيء جدا جدا وضعه من الداخل. نحن عم نتابع بعض الصور هلا. تماما، وطبعا ما في يعني ما بتحسي من جوا له أي عمر لأنه مجدد كتير وعدة مرات، وطبعا هو له تاريخ بالقديم، تعرض هو 4 مرات لحروق وتجدد وترمم، فهو اليوم أهميته بشكله الخارجي. تمام. فوقت فتت على الداخل أنا بدي حافظ عليه كقصر، كتير يعني اعتمدت على الأعمدة اللي هي بالبهو، هيدي الأعمدة هي اللي بتعطي الشموخ، بتعطي المكان المرتفع، هو اللي بيعطي القيمة للمكان اللي أنت عم تشتغلي عليه. وبلشت اني اشتغل عليه بطريقه انه هو قصر لحتى اقل شيء يكون ببلدنا، يعني انا كثير كنت عم بشتغل عليه لطريقه انه نحن نستقبل فيه وفود، نستقبل فيه حدا من الخارج، لازم اقلها يكون في عنا هيك صرح ببلدنا وخاصه لاهميته. طبعا على الصفحه وقت انتشرت الصور انا اجاني تعليقات سلبيه وايجابيه، هذا اللي بدي اسالك عنه نوعا ما، كان السلبي او الانتقادات انه انت اعتمدتي نوع من الفخامه نوعا ما اللي يمكن تظهر انه في تكلفه باهظه، هذا اللي نحكي عنه. يمكن نحن ضمن الامكانيات يكون في عنا هيك تصاميم والتكلفه ما تكون كبيره. هلا شوفي، هيدي لعبه المهندس المصمم يعني. اليوم فيني انا اعمل لك شكل يعني يبهر اكثر ما يكون في كلفه. اليوم الكلفه انت بالذوق بالفن بدمج الالوان. هلا اي مكان انا بشتغل عليه ان كان بيت فيلا قصر شغله اي شيء بشتغل عليه بيعطيه دائما بعطيه قيمه اكبر من المبلغ اللي بيندفع عليه. هيدي تبقى شطاره مهندس، عرفتي كيف؟ فاليوم ما دخل انه نحن لازم نحط كثير مصاري لحتى يطلع هاي نقطة مهمة طبعا، ما لازم ابدا. بغلاء الاسعار يعني والظرف اللي عم نعيشه فينا من خلال كلفة معينة هلا غلاء الاسعار هذا الشيء صار تماما، بس عم اقول لك بغض النظر انت في عندك غلاء اسعار هلا دمجك للالوان الماتيريال اللي بدك تستخدميه، هيدا هون شطارة قلت لك المصمم. المفروض انت الشيء اللي عم تشتغلي عليه
تعطيه قيمته، تعطيه مكانه، تعطيه. يعني أنا يوم اشتغلت على القصر اشتغلت عليه كأنه قصر، يعني ما اشتغلت عليه كأنه، وحتى مبنى حكومي. اليوم كمان مبانينا الحكومية سيئة جدا، يعني شكل بتلاقي من الخارج ومن جوا سيء جدا. المفروض ينشغل عليه، مو غلط. في تعليقات مثلا من التعليق انه هيدا مانو بسوريا، مستحيل يكون بسوريا، هذا لازم بفرنسا او بايطاليا. قلت له سوريا اهم من اثنين، ليه دائما انه دائما البلاد برا لازم تكون احسن؟ مع العلم الحضاره، هيدا الديكور اللي عم نشتغل عليه اللي فكروني العالم جايبته من برا، هو حضاره عربيه، بس للاسف هن اخذوا واستمروا عليها ونحن اخذنا العكس. ابدا، يعني لازم الواحد مثل ما قلت لك يشتغل على يعني هي بلد الحضارات. سوريا فيها 4500 معلم اثري على الاقل، وهدول من اهم المعالم اللي عندنا موجوده. ليه ما نشتغل عليها؟ ليه ما نبرزها؟ ليش وهلا نحن فايتين يعني بمرحله اعاده اعمار؟ لازم. طيب رانيا، عاده لما بتدخلي على هيك مباني اكيد بتعملي لها دراسه سابقه قبل اعاده تاهيلها، بتشوفي شو اللي بتقدري تحافظي عليه اضافه طبعا للاساسات، وشو اللي بده تعديل. مثل هيك مبنى قد ايه اخذ منك كدراسه؟ قد ايه كان في، خلينا نقول في اجزاء حافظتي عليها كان بدها تعديل بسيط، وفي اجزاء كان لا بدها تغيير كلي؟ هلا اذا عم تحكي على هذا المبنى تماما، الشيء اللي حافظت عليه الوحيد الخارج، الهيكل الخارجي، الهيكل الخارجي تماما بتصميمه، بس عملت تنظيف له. من الداخل هو يعني النسف كان للموجود لانه كله سيء الحقيقه. كان بس اللي شيء حافظنا عليه هو الجدران الاستناديه الاساسيه طبعا، هي اللي ما فينا نقرب ما في عليها. طبعا في كان دراسه لشركه قامت بتدعيم البناء، لانه البناء كان بده تدعيم. وبعدين فتت أنا بدراستي اللي كانت هي عبارة عن دراسة تنفيذية إنشائية معمارية، يعني كله عملناه وديكور وتصميم، وإن شاء الله هلأ نشوف بالتنفيذ إن شاء الله قريب إن شاء الله. طيب خلينا نحكي بعد قصر العدل، شو في عندك يمكن كمان تصاميم جديدة وإعادة تأهيل لمباني حكومية جديدة؟ لأنه فعلا في شيء مميز بتصاميمك، مثل ما قلتي أنه يمكن اليوم نحن مقارنة بالغرب أهم منهم، في عندنا حضارة عمرها آلاف السنين، ففينا بتكلفة كمان قليلة يكون في عندنا أجمل صورة ويكون في عندنا يمكن أحلى تصميم. تمام، هلأ هيدا الحكي بينطبق إذا مرق معكم مبنى الجمارك. مبنى الجمارك هو مبنى عادي جدا، أقل من العادي وما فيه عليه شيء. فأخذت التصميم، أخذت المبنى وعملت عليه تصميم، يعني كان صدقيني ابدا ما انه مكلف، يعني هالشيء اللي بتخيلوه العالم، بس صار رائع. يعني صار ما حدا صدق انه كمان فعلا مبنى عنا. يعني قلت لك هي الشغله لعبه، وكمان من التعليق جاني انه يا ريت تستلمي مباني الدوله كلها. بتمنى فعلا انه يصير عنا تحسين، لانه كمان اليوم الموظف يوم بده يجي يقعد بمكان مرتب حيعطيك شيء للناس منيح، نفسية حلوة. وحتى المواطن إذا فات وشاف شيء عالم قاعدة مرتاحة حيكون هو مرتاح، وما يقولوا ما إنه ما خرج شعبنا أو لا. صدقيني يوم اللي بيكون مكان مرتب كتير ونظيف كتير، فعلا المواطن هو بصير بحافظ عليه. أكيد، يعني دائما المهندسين معروفين إنه هن لما بيعملوا دراسة لمكان هو مو دراسة فقط لإنشائيته، أيضا دراسة لتأثيره على نفسية الإنسان. قد يمكن تحاولي تحرصي على هذا الشيء يمكن من خلال استخدام الألوان، توزع أيضا مساحات أو دخول النور خروج النور من مكان معين، قد إيه كمان بتعملي دراسة على هذا الشيء؟ هلا شوفي، كل وظيفة بكل مكان، هلا أنا حتى وزعت الوظائف كان بالقصر. يعني الترميم خاطئ بيؤدي الى وظائف خاطئه. تمام. فانت ايه اليوم بدك تحطي كل مثلا المحاسبه، بدك تحطي لها مثلا المكان المناسب، بدك تحسبي حساب لها مثلا المراجعين بده يجوا، حدد المراجعين، هذا كله بده حسابات بالمقاس الغرفه. هيدي خصوصا وحدة. حتى بقصر العدل نحن عم نحكي عن مبنى كتير كبير بيدخلوا الاف المواطنين، هو 16000 متر، فيوميا عندك يعني ايه، فعن جد بتلعب المساحه دور، التفاصيل نفسيا بتلعب دور كتير مهم. اليوم يمكن نلعب على المباني الحكوميه خصوصا في ظل الحرب اللي عم نعيشها، يعني هي بتعكس هويه، بتعكس يمكن تاريخ وحضاره لهيدا البلد. صدقيني أنا بضمن لك إذا فعلا بيصير هيدا الديكور إن شاء الله، إذا بيصير حيكون
من القاضي للمحامي للمراجعين حيكون كتير الوضع أحسن نفسيا ومعنويا. وانت شوفي نشوف حالنا بصرح ببلدنا يكون عن جد انه نستقبل فيه فعلا وفود, نستقبل فيه شيء ما نغلط نبلش على كل مباني البلد. ولهيك نحن كنا معك اليوم لحتى نشوف هاي التصاميم الحلوة ونقول إن شاء الله على طول بيكون في عنا هيك تصاميم, ودائما بيكون في عنا هاي ردة الفعل الإيجابية من الناس مثل ما شفنا على الفيسبوك. شكرا كثير لوجودك معنا. شكرا كثير لك. نشكرك رانيا على وجودك معنا, ظهور أول لك عبر شاشة التلفزيون, نتمنى لك التوفيق وأكيد بكل جديد رح نكون معك. شكرا كثير إن شاء الله. ميرسي شكرا كثير. أما هلأ مشاهدينا بننتقل لمادتنا التالية.